ليلة صعبة كانت على مدينة دير البلح بكل ما تعنيه الكلمة، وذلك نتيجة قيام الاحتلال بفتح سدود المياه على وادي السلقة ووادي المصدر. هذا الأمر أدى إلى تدفق كميات مهولة من المياه في مجرى الوادي، الأمر الذي ترتب عليه غرق يعني بيوت عدد من بيوت المواطنين والأراضي الزراعية. ولكن يعني هرعت طواقم يعني بلدية دير البلح، تساندها طواقم الدفاع المدني ووزارة الأشغال من أجل التخفيف من أضرار وأثار يعني هذا المنخفض وهذا التدفق للمياه. وإحنا نحن هنا يعني نوجه ونحمل المسؤولية لهذا الاحتلال الظالم الغاشم يعني الذي يحاصرنا منذ يعني قريب من 16 عاما، وهو يحاصر هذا القطاع ويمنع عنه المواد.